أكثر من 15 محلاً تجارياً من أصل 300 في سوق الأعظمية العتيق اضطر أصحابه إلى غلقها بعد امتناعهم من إعطاء الجبايات التي قالوا إنها غير شرعية. قيمة الوسط الواحد 150,000 دينار، قام بجمعها مجموعة من موظفين تابعين لبلدية المنطقة وأمانة بغداد، وبطريقة أقل ما وصفها الناس بأنها استفزازية. اجا قال الملات، يا بشنو يعني الملات؟ قال مصطلح الملات فلوسكم، وين ملاتكم؟ يا بشنو ملاتكم؟ دي شوفوا لنا الدخل ايش قد بيه؟ شنو الدخل ايش قد بيه؟ كل محل 100 جيب 150، اكو محل وصف جيراني اللي هو هذا، محله ملكه والملك لله، هو محله هو بيته ساكن بيه الرجل من عشرات السنين معروفين هنا. قال له انت 250. قال له عمي ما تيش 250، قال له محلك كبير، قال له مداينه منك اني مقديه منك قاص من دشداشتك بهالمعنى. قال له هذا يلا نطينا العد. قال له عمي غير ال 150 ما انطيك. 150 الف دينار ابو مالك كان يقول ما تجيبايه، احنا رواتب ما ينطونه. قال له روح اخذوها من شو اسمه من عجيبايه. احنا شنو الحكومه ما عندها فلوس؟ ياخذون من عندنا فلوس؟ ركود اقتصادي وكساد يضرب السوق بدا تاثيره واضحا على حركه العمل. ابو عبد الله واحد من بين مئات من الذين ترتبط مرتباتهم اليومية بهذا السوق الذي أضحى عرضة للابتزاز المتكرر. باليوم لو يطلع 10,000 لو ما يطلعها يردم منها 150، من يدفع هذا؟ فيعزل ويروح البيتهم. احنا هم نقعد ونسوق بعد، هم حنبقى بالآه والونة، وش حنغديهم وش حنعشيهم؟ وهذا السوق قدامك بشوفه ما يجيبون العالم. قول لي. ويعاني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بغداد عموما من غياب محفزات التنمية والتشجيع، وخاصة ما يسهم منها في تقليل البطالة، وتصطدم محاولات القلة بإجراءات غير مدروسة بالجباية والضرائب. عشرات المحال التجارية هنا أغلقت في سوق الأعظمية الكبير نتيجة لوجود أشخاص يفرضون أتاوات على أصحاب المحال التجارية، ما أثر بشكل كبير على أصحاب الدخل المحدود والكادحين وأصحاب الأجور اليومية. من بغداد، خطاب عادل، الشرقية نيوز.